السلام عليكم ثالث، كيف حالكم اليوم يا مس؟ مس أخذنا بالوحدة اللي احنا فيها حاليا، هي وحدة الحيوانات، وأخذنا أن العلماء قسموا الحيوانات لخمس مجموعات: ثدييات، زواحف، طيور، برمائيات، وأسماك. اتفقنا يا ثالث؟ يلا نسترجع معلومات عن هاي المجموعات. حكيت أنا إنه الثدييات عندي بتتكاثر إيش يا مس؟ بالولادة، وترضع صغارها وبغطيها الصوف أو الوبر أو إيش الشعر. اتفقنا عليها يا ثالث؟ إذا الثدييات يا مس بتتكاثر بالولادة وبترضع صغارها وبغطيها الصوف والوبر والشعر. وحكينا يا ثالث إنها الطيور بتغطيها الحراشف. الطيور، بعتذر، الزواحف بتغطيها الحراشف. الزواحف بتغطيها الحراشف وبتتكاثر عندي بالبيض، وبتتكاثر عندي بالبيض، وبعضها له أرجل صغيرة وبعضها ما له مثل الأفعى. الطيور بغطيها الريش وبتتكاثر بالبيض. بغطيها الريش وبتتكاثر بالبيض. حكينا البرمائيات اللي هي بتعيش وين يا ثالث؟ بين الماء واليابسة، بين الماء واليابسة، وإلها يا مس جلد رطب، إلها جلد ماله يا ثالث؟ رطب. الأسماك أيضا تتكاثر بالبيض ومغطاة، حكينا بالقشور، وبتتنفس عندي بالخياشم، تتنفس عندي بالخياشيم. هاي عملنا مراجعة سريعة للمجموعات، اليوم بدنا نحل الجزء الأول من أسئلة الوحدة صفحة 63. معطيني مجموعة من الحيوانات وبدو يعني أكتب اسم المجموعة. بدي أتذكر إنه عندي خمس مجموعات: ثدييات، زواحف، برمائيات، أسماك، طيور. مجموعات تصنيف الحيوانات الخمسة: ثدييات، زواحف، طيور، برمائيات، أسماك. نعيد مع بعض يا ثالث: مجموعات تصنيف الحيوانات ثدييات، زواحف، طيور، وبرمائيات. ثدييات، زواحف، طيور، وبرمائيات. الحيوان الأول ثعلب. هذا الحيوان شو اسمه يا ثالث؟ ثعلب. الثعلب من أي مجموعة؟ طبعا الثدييات، لأنه الثعلب بتكاثر بالولادة وبغطيه الوبر، بغطيه مس وبر أو شعر صغير وبر. النعامة طبعا طيور. النعامة طيور، لأنها شو مالها؟ بغطيها الريش، لأنها شو بغطيها يا ثالث؟ الريش. طبعا السلحفاة زواحف، السلحفاة زواحف، وهذا الطير طبعا طيور لأنه أيضا بيغطي الريش. وهذه من مجموعة الأسماك، من مجموعة الأسماك. إذا الثعلب ثدييات، النعامة طيور، السلحفاة زواحف، وهذا الطير من الطيور، والسمكة من مجموعة الأسماك. والسمكة من مجموعة الأسماك. أرجع أعيد بشكل سريع: مجموعات الحيوانات ثدييات، زواحف، طيور، برمائيات، وأسماك. إذا مجموعات اللي بتنتمي إلها الحيوانات ثدييات، زواحف، طيور، برمائيات، أسماك. ثالث، مطلوب منكم يا مس حل هذا الجدول على الكتاب، واجب حل هذا الجدول على الكتاب. ونرجع نعيد: المجموعات التصنيف ثدييات، زواحف، طيور، برمائيات، أسماك. قبل ما تحلوا الجدول بتراجعوا مجموعات التصنيف زي ما أنا راجعتهم يا ثالث، وبتحلوا الجدول بناء على كل حيوان والصفة اللي بتظهر عنده. هيك يا ثالث بنكون خلصنا الجزء الأول من أسئلة الوحدة، وبنتابع حلها إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.